بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يشرفني ويسعدني أن يكون معانا النهاردة ضيف كريم، وهو الدكتور ياسين العمري من دولة المغرب الشقيق، واللي هيكلمنا عن انتشار النصرانية بالسيف. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، وتفضل حضرتك عرف نفسك للمتابعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة، معكم أخوكم في الله دكتور ياسين العمري من المملكة المغربية، من مدينة الدار البيضاء. أنا دكتور في تخصص سوسيولوجيا الدين والسياسة. قد يستغرب البعض كيف لي دكتور أو باحث في السوسيولوجيا أن يتكلم في مقارنة الأديان. السبب هو أنني تعرضت حين كنت يعني طالبا بالكلية، كلية الحقوق بمدينة فاس التي هي مدينتي التي أنتمي إليها، تعرضت للتنصير، حيث كانت هناك شبكة يعني تشتغل على الأرض وتشتغل عبر البريد الإلكتروني حينئذ، وهذا تعرضت المهم لمحاولة التنصير، وهذا دفعني أو جعل هناك خلق عندي حافزا لكي بطبيعة الحال أبحث وأتعمق أو أحاول أن أتعمق في الإسلام، في النصرانية، في اليهودية. فهكذا ذلك، قرأت كتبا واستمعت مناظرات وحضرت دروسا علمية ومحاضرات في الكلية وغيرها، وفي مراكز بحثية هنا في المغرب وخارج المغرب عبر تقنية التناظر في مقارنة الأديان. والحمد لله أنا الآن باحث ومحاضر في مقارنة الأديان، وفي قناتي على اليوتيوب إن شاء الله سنضع لكم رابطا لها، ستجدون عدة محاضرات في مقارنة الأديان وخصوصا عن النصرانية واليهودية. ما شاء الله، أهلا يعني وسهلا بحضرتك. لا أريد أن أسترسل، يعني فقط يعني أنا عندي أنشطة علمية أخرى، رئيس مركز أبحاث ورئيس تحرير هيئة مجلة علمية محكمة، ولكن فقط يعني أعرف نفسي بالدكتور ياسين العمري ما شاء الله أخوكم. بحضرتك. دكتور، عايزة أعرف من حضرتك إيه المقصود بالانتشار بالسيف أو العنف بصفة عامة؟ انتشار بالسيف يقتضي منا أن نعرف ما هو العنف. العنف اصطلاحا يعني في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية يشير إلى تلك الظاهرة المتمثلة بالاستخدام المفرط للقوة بصورة غير مباحة شرعا أو قانونا من قبل فرد أو مجموعة أفراد بقصد إجبار آخرين على الانصياع لرغباتهم أو تبني أفكارهم أو رؤيتهم الخاصة للأمور الحياتية المختلفة أو الدينية أو وما ينتج عن ذلك من تبعات اجتماعية خطيرة، كأنه تعم مثلا الفوضى في المجتمع وتنتشر مشاعر الكراهية والبغض والعداء بين الناس. إذن هنا نركز على مفهوم استعمال القوة، مفهوم الجبر أو القهر، ثم مفهوم شيوع الكراهية بين الأطراف المتصارعة. هذا باختصار هو مفهوم العنف. انتشار بالسيف هو يعني في النصرانية هو أنه حاولت التوسع واحتلال أراضي الغير يعني بالسيف، باستعمال العنف، بالقتل، بالذبح. تمام. طب من خلال التعريف ده ممكن نقول إن النصرانية تعتبر ديانة عنيفة؟ بطبيعة الحال وإن لم أبالغ فالنصرانية تعتبر أكثر الديانات عنفا في العالم، لأن لما نتحدث مثلا عن اليهودية نجد أن مثلا في اليهودية إلهيم أو الله في اليهودية هو يعني إله المحارب، رب الجنود ورب إسرائيل. في الإسلام هناك يعني ما يجيز يبيح لنا قتال من يقاتلنا، هناك آيات القتال، دفع الصائل، جهاد، دفع جهاد الطلب، يعني آيات قتال من يقاتل وليس الناس على الإطلاق. أما النصرانية وهذا هو الخطير أنها هي ديانة تدعي المحبة والسلام، نعم، لكن في حقيقتها هي ديانة عنيفة جدا. نعم. طيب هل العنف ده الموجود في النصرانية أي تبرير عند النصارى؟ هم بيبرروا العنف ده إزاي أو بأي طريقة؟ هم بطبيعة الحال يستندون على
لأن جوابا عن سؤال حضرتك، هناك شقان، هناك شق يعني نصوصي محض، يعني هما طبيعة الحال يستمدون هذا العنف من نصوص وليس هكذا يعني اعتباطا، بل يستمدونه من نصوص يأخذونها من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، ثم يعني كتطبيق، لأن كما سنرى لاحقا يعني في الإنجيل هناك من ثمارهم تعرفونهم، يعني في الشق التطبيقي في التاريخ، تاريخ النصرانية يعني كله دماء وقتل واستباحة للآخرين. وإذا يستندون على نصوص مثلا في العهد القديم، يعني سأكتفي هنا بالعهد القديم، ربما تكون أسئلة أخرى فأستعمل نصوص العهد الجديد. فمثلا في العهد القديم سفر صموئيل الأول الإصحاح 15 العدد 1 إلى 3 جاء يعني في العهد القديم في هذا النص ما يلي: والآن فاسمع صوت كلام الرب، هكذا يقول رب الجنود، إني قد افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له بالطريق عند صعوده من مصر، فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ماله ولا تعفو عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. يعني كما ترين حضرتك، كما يتخيل ربما يتخيل السادة المشاهدين، لم يترك يعني مقاتلين وغير مقاتلين، نساء رجال شباب شيوخ، بل وصل إلى الرضع ووصل إلى الحيوانات والبهائم أعزكم الله. وفي تقديري هذا التعطش لسفك الدماء يتلائم، إن جاز لنا أن نقول أنه يتلائم مع صفة الإله المحارب لدى اليهود الذي هو رب الجنود كما أسلفت. فهنا إشكالية النصرانية، لأن النصرانية تقدم لنا وجها متسامحا، يعني في بعض النصوص ضرب على من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وبالمناسبة مستحيل أن تضرب الإنسان على خده الأيمن إلا إن كنت أنت تضرب باليد اليسرى. نعم. وهذا نادر، وهذا نادر، يعني الأغلب الناس يضربون باليد اليمنى بالكف الأيمن، وطبيعي أن الضربة ستقع على الخد الأيسر. هذا فقط قوس فتحته بالمناسبة. إذن هذا التعطش للدماء يعني يجد مبرره عند في نصوصهم. وهناك بطبيعة الحال آية أخرى في سفر هوشع الإصحاح 13 العدد 16 العدد 16 تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلهها بالسيف، يسقطون تحطم أطفالهم والحوامل تشق. يعني تخيلي حتى الحوامل، حتى يعني الأجنة في بطون أمهاتها لم تسلم. إصحاح سفر المزامير، دائما هنا نتحدث عن العهد القديم، سفر المزامير الإصحاح 137 العدد 9 طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح 21 العدد 14 هو ذا يضرب الرب شعبك وبنيك ونسائك وكل مالك ضربة عظيمة. سفر حزقيال الإصحاح 9 العدد 5 وقال لأولئك في سمعاء اعبروا المدينة وراءه واضربوا لا تشفق عينكم ولا تعفوا، الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك، ولا تقربوا من إنسان عليه السماء، وابتدئوا من مقدسي فابتدئوا بالرجال الشيوخ أمام البيت. ثم مثلا سفر العدد إصحاح 31 العدد من 15 إلى 17 وقال لهم موسى هل أبقيتم كل أنثى حية؟ إن هؤلاء كنا لبني إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في أمر فغور، فكان الوباء في جماعة الرب، فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت بمضاجعة ذكر اقتلوها. يعني تلاحظين حضرتك هنا كمية النصوص، اقتلوا 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 للهلاك، الأطفال الحيوانات النساء الحوامل يبقرون بطونهم. يعني هذا يستند عليه أو قد يبرر به النصارى نصيا يعني دينيا
يبررون به مثلا ما يفعلون. وهكذا سنرى في بعض المحطات التاريخية كيف أنه فعلا تحت إشراف القساوسة أو رجال الدين أو الرهبان، يعني هذا فعلا ما جرى، وسيق الآلاف إلى المذابح والمجازر بالسيف، بحد السيف. تفضلي حضرتك. نعم. طيب هل النصرانية عنيفة فقط ضد أتباع الديانات الأخرى أو الوثنيين أو أي حد مخالف ليهم، ولا هل بيوجد عنف بين النصارى وبعضهم البعض؟ لا طبعا هناك عنف بين هما الديانة النصرانية عنيفة على الإطلاق. هناك عنف ضد الوثنيين، عنف ضد اليهود وضد المسلمين كما سنرى في بعض المحطات، ثم هناك أيضا عنف بما بينهم، إلا الحروب ما بين الكاثوليك والبروتستانت، نعم. يعني أوروبا ردمت فيها الحروب الدينية يعني ربما أكثر من 100 سنة، يعني كانت هناك حروب عنيفة سقط فيها مئات الآلاف. يعني كاين محطات تاريخية كثيرة تظهر بأنه بالملموس أنهم النصارى عنيفون حتى في مواجهة بعضهم بعض المذاهب، كاثوليك ضد البروتستانت بالخصوص. ثم مثلا في مصر كان هناك قبل مجيء الإسلام إلى مصر كان هناك احتلال روماني كاثوليكي لمصر التي كان فيها أقباط نصارى، نعم، في وكانوا اختلاف. فعلا وكانوا يعذبونهم، وكانوا حتى أن البطريرك كان فارا قبل أن يعيده سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مكانه عندما طرد الغزاة الرومان. نعم. طيب حضرتك ممكن تذكر لنا بعض المحطات التاريخية لانتشار النصرانية بحد الصيف؟ نعم، ولكن قبل ذلك أريد أن أتمم ما لم أكمله قبل قليل، هو أنني تحدثت عن نصوص في العهد القديم، أما الآن سأبدأ ببعض نصوص العهد الجديد ثم أذكر بعض المحطات التاريخية. تمام. مثلا الكثير من هذه المشكلة التي قلت منذ البداية ومعضلة الديانة النصرانية أنها تقدم نفسها بصورة وردية. كثير منا يعني من المسلمين يعتقدون أن الديانة، ولا لا يعرفون عن الديانة المسيحية أو الديانة النصرانية، أن أفضل النصرانية عوض المسيحية، إلا الصورة الجميلة الوديعة الوردية، لأنها مبنية على المحبة، من ضربك على خدك فأعرض له الآخر أيضا، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا، يعني إنجيل لوقا إصحاح 6 العدد 29. ولكن في اللغة العربية حرف استدراك، نجد أن الكتاب المقدس في عهده الجديد يذكر على لسان المسيح آيات أخرى يعني نستخلص منها العنف. مثلا إنجيل متى الإصحاح 10 العدد 34، لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا سيفا. وفي العهد الجديد أيضا نجد في إنجيل لوقا الإصحاح 19 العدد 27، أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم هنا واذبحوهم قدامي. صحيح. يعني النص واضح لا يحتاج للتفسير. عمق. نعم، يعني النصوص واضحة يعني في شدتها وقسوتها. إذن هذه النصوص تدفعنا نحن على الأقل إلى التساؤل لماذا هي متناقضة مع نصوص أخرى مثل التي قلنا إذا ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، أو لم أأتي لي إن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص إنجيل لوقا الإصحاح. يعني هناك تناقض، تارة تقدم لنا الوجه الوردي الجميل الرومانسي المتسامح الحالم، وتارة تقدم لنا ذلك الوجه العنيف. وهذا لذلك قلت أن أخطر ديانة وأكثر الديانات تناقضا حتى في مسألة العنف الذي هو محور محاضرتنا اليوم أو محور نقاشنا اليوم هي النصرانية. كما قلت على الأقل اليهودية تقدم نفسها أنها دين محارب، إله محارب. الإسلام فيه نصوص تتحدث عن القتال، يعني أمور واضحة. نحن لا نقدم يعني مثل النصارى ننافق، نقدم وجها جميلا ثم نتلون كالحرباء ونقدم وجها عنيفا. يعني نحن حتى في الإسلام عندنا آيات قتال، وفي نفس الوقت عندنا أمور واضحة ضد من يقاتل المسلمين.
وليس على الإطلاق. الآن نتجه إلى سؤال حضرتك. المحطات التاريخية التي تثبت دموية هذه الديانة، يعني ننطلق من إنجيل متى في الإصحاح السابع لعدد 16، يعني يقول من ثمارهم تعرفونهم، يعني نحن لنختبر أي ديانة ماذا فعل أتبعها، يعني هل اتبعوا التعليمات، هل طبقوا، يعني نحن هذا هو الاختبار، من ثمارهم تعرفونهم، هل يجنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا. يعني الآن سنخضع في تمرين بسيط النصرانية إلى، يعني سنحتكم إلى التعاليم ونطبق ذلك في التاريخ. في القرون الوسطى يعني حشدت الحشود وجيشت الجيوش في الحروب الصليبية لغزو المشرق الإسلامي، طبيعة الحال باسم الرب وباسم الصليب، ويعني بقيادة في المقام الأول رجال الدين القساوسة، يعني وبإشراف البابا أوربان الثاني، وتحت الوعود بالحل من الأوزار لمن يشارك في تلك الحملات ودخول الجنة. أنت تعرفين أختي الكريمة أن القساوسة يعطينا صكوك الغفران وصكوك دخول الجنة. يعني وكانت مثلا الحملة الأولى بقيادة الراهب بطرس الناسك الذي قاد أول حملة صليبية، وقد نتج عن هذه الحملات التحريضية الاستئصالية العنيفة مثلا ذبح 70 إلى 80 ألف مسلم في 3 أيام مثلا عند دخول الصليبيين للقدس، وبلغت الدماء إلى ركب الخيل، يعني الخيل وصلت الدماء إلى ركب الخيل، ووصل الحد إلى أكل لحوم البشر، يعني كما في مصادر تاريخية، ونذكر منها مثلا ابن الأثير، يعني احنا حتى لا نتكلم بدون مصادر، نذكر منها مثلا ابن الأثير الكامل في التاريخ المجلد 9 الذي حققه أبو الفداء عبد الله القاضي في دار الكتب العلمية الطبعة الأولى سنة 1987 الصفحة من 189 إلى 190. ثم إصدار البابا لوسيوس الثالث مرسوما بابويا ينشئ من خلاله محاكم التفتيش، طبيعة الحال محاكم التفتيش كانت في الأندلس، هذه الأخيرة محاكم التفتيش طبعا أشرفت في الأندلس على ذبح مئات الآلاف من المسلمين وحتى اليهود، وطرد وتشريد آلاف آخرين بطبيعة الحال برعاية رجال الدين. وكما قلت كان في بالنسبة لمحاكم التفتيش كان في لما استرجع النصارى الأندلس وطرد المسلمون منها، كان في الأول التخير ما بين التنصير والتهجير، يعني تنصر أو اذهب إلى مثلا المغرب، يعني بلاد المغرب الإسلامي وخصوصا المغرب المملكة المغربية الحالية، كان التهجير أو التنصير. ثم لم يصبروا عليهم كثيرا، فكان الخيار الثاني الأكثر دموية كعادة النصارى هو التنصير أو الذبح، وهكذا سيق عدد هائل من المسلمين إلى المذابح، وفر عدد هائل أيضا من المسلمين الموريسكيين وكذلك اليهود إلى الشمال الإفريقي وخاصة المغرب. يعني تم ذلك كله باسم الرب، هذا هو المؤسف، كل ذلك تم باسم الله وباسم الرب وبمباركة رجال دين وقساوسة ورهبان. لمن يريد مثلا الاطلاع فليدرس مثلا مرجع لفراس وليد نور الحق محاكم التفتيش وإبادة المسلمين في الأندلس، مرجع جميل جدا يستحق دراسة. يعني وباسم الرب أيضا أبيدت أمم في آسيا وفي أمريكا أثناء مثلا ما يسمى بحركة الاكتشافات الجغرافية، يعني أمم بكاملها محيت من الخريطة. هذه الاكتشافات الجغرافية التي بدأت كما هو في علم إخوة مع كريستوف كولومبوس وفرناندو ماجيلان وغيرهما، وباسم الرب تم تحويل الناس إلى النصرانية قصرا، يعني بالإكراه بالقوة كما قلنا في تعريف العنف، هو حمل الناس على اعتناق فكرة أو الاقتناع بها قصرا، قوة بالترهيب بالعنف، وهذا كان الحال عليه. مثلا نضرب مثلا في الفلبين التي سميت نسبة إلى ملك إسبانيا فيليب الثاني، يعني هذا سر تسميتها بالفلبين، وكان سكانها قبل ذلك مزيجا من المسلمين ومن الوثنيين،
وهنا سأسوق حادثة تبين هذا الاستغلال الفج للدين في تبرير القتال وقتل الناس لدى النصارى. فمثلا التقى ماجيلان في بداية غزو الإسبان لبلاد الفلبين، التقى ماجيلان بالحاكم المسلم أمير أحد الجزر اسمه لابو لابو، وطلب منه ماجيلان التسليم قائلا له: إني بالمسيح أطلب منك التسليم، ونحن العرق الأبيض أصحاب الحضارة، انظر إلى التعالي والعجرفة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونحن أصحاب العرق الأبيض، نحن العرق الأبيض أصحاب الحضارة، أولى منكم بحكم هذه البلاد. فأجابه الحاكم المسلم لابو لابو: إن الدين لله، وإن الإله الذي أعبده هو إله جميع البشر على اختلاف ألوانهم. فاقتتل، يعني معركة حربية بينهما، وقتل ماجيلان. يمكن الاطلاع على مقالة الأستاذ سعد بن زيد المحمود الغزو الإسباني للفلبين، يعني هو يفصل كثيرا في هذه الحادثة. الله. ثم أختم بمثال لشارلمان حتى أنوع الأمثلة. مثلا شارلمان هذا قتل الوثنيين، عمد الوثنيين وقتلهم. شارلمان إمبراطورية الرومانية المقدسة بمباركة البابا ليو الثالث عمد الوثنيين الساكسون وسط وشمال أوروبا بالنار والسيف، وأدخلهم في المسيحية قصرا سنة 804 ميلادية. والحقيقة أنه استغل ووظف الدين في الغزو والتوسع على حساب جيرانه، وكان البابا يقول له: اللهم امنح الحياة والنصر لشارلمان العظيم الذي توج بفضل الله إمبراطورا على الرومان. وحاول شارلمان التوغل في الأندلس الإسلامية، وهذا شارلمان هذا لم ينهزم في حياته قط إلا في معركة واحدة هي ضد المسلمين، وتسمى معركة باب الشزري. حاول شارلمان من خلالها التوغل في بلاد الأندلس الإسلامية تحت قناع نصر المسيحية ضد الإسلام ومحاولة يعني غزو المسلمين وطردهم من الأندلس. فانهزمت جيوشه أمام المسلمين ومزقت شر ممزق، وقتل أعظم رجال بلاطه وفرسانه وحاشيته، وفقدت خزينته الملكية في معركة باب الشزري التي ذكرت في أحد يعني وقعت في أحد ممرات جبال البيريني التي تفصل إسبانيا عن فرنسا. ويعني لمزيد من الاطلاع ممكن مراجعة كتاب تاريخ شارلمان لكارل ديفيس. نعم حضرته. يعني هناك أمثلة، يعني هناك أمثلة كثيرة، يعني حتى الهنود الحمر والأفارقة تم استعبادهم في أمريكا في التاريخ الحديث. وطبيعة الحال نحن نعرف الاحتلال الذي تم في بلداننا العربية والإسلامية. مثلا في المغرب تم احتلال المغرب من طرف إسبانيا وفرنسا، وفي مصر الاحتلال البريطاني، في دول عربية كثيرة يعني تم احتلالهم واستعبد الناس واسترقوا، وفي إفريقيا أخذ الناس إلى أمريكا عبيدا وأبيد الهنود الحمر. مثلا في أمريكا أبيد، يعني العرق الأبيض لما غزا أمريكا واكتشفها أباد العرق للهنود الحمر. وهذا كله تم تحت دعم رجال الدين ومباركتهم. ويعني حتى حاليا يعني جنوب السودان ما انفصل عن السودان إلا بمباركة يعني رجال دين من مختلف الكنائس. يعني تمام. تعرفون جون غارانغ والدور الذي لعبه مجلس الكنائس العالمي. مثلا الحرب الأهلية اللبنانية كذلك، الحرب الأهلية اللبنانية لعب فيها رجال الدين كذلك دورا كثيرا، يعني لقد حصدت أكثر من 120 ألف قتيل. وكذلك لعب فيها رجال الدين النصارى المارونيين كثيرا، يعني دورا كبيرا. جورج بوش في 2003 أطلق على غزو العراق الحرب الصليبية. حاليا في سوريا الحبيبة، يعني القساوسة الروس يعمدون الطائرات الروسية التي تطير لتقصف الأراضي السورية، كما في وسائل الإعلام في إحدى الفيديوهات الشهيرة جدا. يعني هذا كله محطات يعني قديمة وحديثة وراهنة لهذا العنف. وبطبيعة الحال في كلنا يعلموا المذابح التي ارتكبت في إفريقيا الوسطى على يد ما يسمى بميليشيات جيش الرب. نعم. ومذابح السرب والكروات في البوسنة والهرسك وفي كوسوفو، مذابح الروس في أفغانستان والشيشان وداغستان، أعمال العنف حتى في حق الجاليات المسلمة في أوروبا وأمريكا إلى يومنا هذا. يعني هذا كله تحركه تلك الرغبة في
قتل يعني الطرف الآخر، رفض الطرف الآخر، تعصب ضد الطرف الآخر، رفض الفكر الآخر، إقصاء الآخر، هذا كله يعني أمثلة كما سقت حديثة وقديمة وحالية، وكلها تدل على العنف. وكما قلت لك يعني النصارى حتى ذبحوا بعضهم وبعضهم البعض، التعصب للمذاهب. كانت هناك الحروب الدينية في أوروبا يعني التي عرفت بحروب الإصلاح في القرنين السادس عشر والسابع عشر وبداية القرن الثامن عشر. هناك مثلا حادثة جون كالاس البروتستانتي الذي قتل بالتعذيب بتهمة قتل ابنه الذي اعتنق أو الذي التزم على اعتناق الكاثوليكية. هناك هذه الحادثة هي التي مثلا دفعت فولتير ليكتب كتابه رسالة في التسامح الديني. يعني كما قلت لم يسلم الجميع من أذى النصارى، مسلمون، يهود، وثنيون، قديما، حديثا، حاليا. يعني هذا النشر المتعصب لدينهم أو قتل باسم دينهم يعني هو قاعدة، قاعدة يحتملون نصوص دنيا يبنون عليها يفسرونها كما يريدون ثم يجعلون منها نهجا لخيار العنف. وأكتفي بهذا القدر حتى لا أطلع على سيادتكم. أشكرك، أشكرك يا دكتور. وفي نهاية حلقتنا بتوجه بالشكر للدكتور ياسين على توضيح الحقائق عن انتشار النصرانية. أتمنى أن يكون هذا اللقاء الخفيف الظريف يعني ماتعاً وفيه استفادة، وأن أكون إن شاء الله معكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. وأشكر جزيل الشكر بعد الله تبارك عز وجل الأخت، أختنا في الله، أشكرك على الاستضافة. أشكرك وأنا سعيدة جدا أن حضرتك على القناة معنا النهاردة، وأتمنى أن هي ما تكونش آخر مرة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وتحياتي لأشقائنا في مصر وفي عموم شكرا. الدول الإسلامية والعربية. شكرا، جزاكم الله خيرا، شكرا، السلام عليكم. السلام عليكم.